بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب في التعاون على البر والتقوى. باب في التعاون على البر والتقوى. لما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قبل هذا الباب بابين: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، ثم باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، ذكر هذا الباب. وذلك لأن من سن سنة حسنة هذا إنسان ينشر الخير ويدل على الخير، وكذلك في الباب الذي بعده باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى، هذا إنسان أيضا يدل غيره على الخير ويسن في الناس فعل الخير. ولذلك أتى بباب جامع للمعنى، جامع لهذا المعنى الذي يشتمل أو الذي تضمنه أو تضمنته الأبواب الثلاثة، وهو التعاون على البر والتقوى. السنة الحسنة نشرها من التعاون على البر والتقوى، الدلالة على الخير فعل ذلك من التعاون على البر والتقوى. ولذلك أجمل هذا الباب أو أجمل في هذا الباب المعنى أن كل أمر من أمور الخير ينبغي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم على وجوده وإيجاده في المسلمين. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه الصورة. باب في التعاون على البر والتقوى. والتعاون هو المساعدة والمعاونة، والمعاونة تكون على الخير وكذلك على الشر، فالمعاونة تكون على الخير والشر. ولكن البر والتقوى التعاون عليه من الخير، والخير إذا تعاون عليه الناس أجروا. باب في التعاون على البر والتقوى. ولذلك فإن المسلم مأمور أن يتعاون مع غيره على الخير، ولا يتعاون مع غيره على الشر. قال: باب في التعاون على البر والتقوى. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أنا أتعاون مع غيري، أنا أعين غيري على الخير، أما إن كان في الشر فلا أعينه. وما أحسن ما كان من أمر هذا الأمير الذي هذا العالم الذي دخل على أمير من الأمراء، وكان ما كان من أمره مع هذا الأمير الباطش الظالم. لما دخل على هذا الأمير وكان ما كان من الكلام معه، فقال له الأمير: ناولني الدواء.
وهو يكلمه، فقال: لا أناولك. فقال: كيف ترفض ذلك؟ قال: أخشى أن تكتب بها ما فيه معصية لله فأكون قد أعنتك على ذلك. انظر إلى عظيم ورع هؤلاء، والناس ربما يتهاونون في هذه الأمور. يعني على سبيل المثال في الأمور الحياتية العامية بين عوام المسلمين، كثير من الناس لا يبالي بالتعاون على الإثم والشر. فمثلا تجد إنسان ينكر جدا على غيره أن يفعل فعلا قريبا من فعل هذا العالم. مثلا رأيت يعني هذا المشهد، وذلك أنه كان أحد المدخنين يريد أن يشعل سيجارا، فجاء إلى بعض الإخوة وهم جلوس في مكان، فقال لهم: أمعكم كبريت يعني يشعل به السجائر؟ فقال له أحد الإخوة: لماذا تريده؟ إن كنت تريد أن تشعل به سجارا لن نعطيك. فقام من يعني حول الإخوة بالتعجب والإنكار، وكأنهم فعلوا شيئا لم يعني يأتي به أحد من العالمين. الرجل يطلب منك يعني تعاونه وأنت لا تريد أن تعاونه في شيء، انظر وفيها إيه ونحو ذلك. وعلى هذا المثال تجد كثيرا من الأمور في حياتنا، الناس يتعاونون على الشر والعياذ بالله. هذا يعطي إنسانا شيئا يفسده به، هذا يهاديه شيئا من الباطل، هذا يتعاون معه على شيء من الباطل والعياذ بالله. وأما إذا كان في الخير وجدنا كثيرا من الناس يحجم. يعني أنا أقول لكم مثلا أحد الإخوة كان يريد أن ينقل متاع بيته من مكان إلى مكان آخر، من مكان إلى مكان آخر، فقال تقريبا لأكثر إخوانه، إن لم يكن قال لهم جميعا. فلما كان اليوم الذي سينقل فيه متاعه لم يأتي من الإخوة إلا اثنين، انظر لم يأتي من الإخوة إلا اثنين. أين بقية الإخوة؟ أين وتعاونوا على البر والتقوى؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. أنا في الحقيقة أريد أن نجعل هذا الحديث جميعا، نريد أن نكون جميعا أو نجعل جميعا هذا الحديث قاعدة في مسألة التعاون على البر والتقوى، وخصوصا في أمر يعني حاجة المسلمين. لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر، فالتعاون على البر والتقوى يبدأ من حاجة الإنسان، يبدأ من حاجة أخيك المسلم، فما بالك لو تعاونت على الدعوة إلى الله، على نشر دين الله سبحانه وتعالى في الناس من حولك. أي نعم. قال وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله سبحانه وتعالى هنا في هذه السورة بزمن وهو العصر، أن الإنسان كله في خسر، أي أن الإنسان كله خاسر، إلا من كان موصوفا بهذه الأوصاف الأربعة، إلا من كان موصوفا بهذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان والعمل الصالح والتعاون على الحق وتواصوا بالحق، هذا هو الشاهد. وتواصوا بالحق أي تعاونوا فيما بينهم على الحق وعلى الخير، وتعاونوا فيما بينهم على الصبر على ما يلاقون من
أذى في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. قال النووي قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. ولما في هذه السورة في الحقيقة من بيان عظيم لكثير من الأمور، ففيها بيان أهمية عمر الإنسان وأهمية الوقت، إذ أن الله يقسم بزمن، والزمن هو العمر والعصر، فالزمان هو عمر الإنسان، ففيها أهمية أو فيها ما يبين أهمية عمر الإنسان. ثم كذلك فيها أن الإنسان يكون في خسران إذا لم يكن من أهل هذه الصفات، وتفصيل ذلك يعني يكون في أثناء الحديث إن شاء الله. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. اللي يجهز غازي في سبيل الله فقد غزا، أي أنه يأتي إلى الغازي ويجهزه بسلاح وعدة وعتاد وأدوات الحرب، هذا له أجر الغازي. يعني لو أنك جئت إلى مجاهد في سبيل الله جهزته بكل ما يحتاج إليه من عدة وعتاد ومؤنة في الحرب، كأنك معه في الحرب. وهذا يستشهد به النووي رحمه الله على ما بوب باب التعاون على البر والتقوى. هذا من التعاون على البر والتقوى، بل في الحديث بشارة أخرى زيادة على مجرد معنى التعاون على الخير، وهي أن المجهز له مثل أجر الغازي المقاتل. قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذه صورة أخرى من التعاون على البر والتقوى، وصورة أخرى من التعاون على البر والتقوى: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. خلف غازيا في أهله، يعني لما خرج الغازي المقاتل في سبيل الله، خرج يقاتل في سبيل الله، خلفه مسلم في أهله، أي قام على أهله وعياله بما يحتاجون من نفقة ورعاية ونحو ذلك، فقد غزا، أي له مثل أجر الغازي. سبحان الله، هذا باب ربما يغفل عنه كثير منا كذلك، ربما يكون في أبواب عموم، يعني في عموم الأمر وليس أبواب الجهاد فحسب. بمعنى أنك لو أن إنسانا مثلا من المسلمين خرج في سفر مباح ولو لتجارة، فخلفته في أهله بالرعاية، لك عند الله أجر السعي عليهم. يعني هو خرج يسعى على عياله، يتاجر ليتكسب، لك أجر عياله أو أجر التكسب من لهذا الرجل على عياله. وهكذا لو أن إنسانا خرج حاجا يحج، فخلفته أنت في أهله بالرعاية والإعانة ونحو ذلك، كان لك أجر مثل أجر الحج. والدليل على ذلك الغازي، فهو أشق الأعمال الغزو والجهاد، فإذا خلفت الغازي لك أجر الغازي من غير أن ينقص من أجله شيئا. ومن خلف غازيا في أهله، أن يرعى أهله وأن يحافظ على أهله، بخلاف أهل الضلال والباطل والعياذ بالله، الذين يخونون يعني الغائبين في أهليهم والعياذ بالله. ولذلك المسلم يتعاون على البر ويتعاون على التقوى. نعم. فالشاهد من هذا الحديث أنك إن تعاونت على الخير بفعل هذه الأمور لك مثل أجر فاعل هذه الأمور. قال النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل،
فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. بعث بعثا، والبعث هو القطعة من الجيش أو السرية أو نحو ذلك، تخرج لمهمة عسكرية أو مهمة دعوية تتعلق بمصالح الإسلام والمسلمين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا قال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. إذا خرج من كل رجلين من بيت مثلا أو من أسرة واحدة رجلا، كان الأجر بينهما من غير أن ينقص من أجر المقاتل أو الذي خرج في البحث شيئا. وهذا الحديث يدل على فضل التعاون على البر والتقوى، وذلك أن الرجلين كلاهما يريد الخير، فالذي سيخرج يخلفه غيره بالنية أنه يقوم مقامه في أهله وفي عياله ونحو ذلك. قال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. فدل ذلك على فضل التعاون على البر والتقوى. قال النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، يعني مكان بين مكة والمدينة في الطريق، لقي ركبا أي مجموعة من الناس مسافرون متوجهون كذلك إلى مكة، لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للحج أعلن في الجزيرة العربية كلها أنه سيخرج للحج هذا العام، فتوافد الناس من كل أنحاء الجزيرة العربية يريدون الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من المشاهد التي كانت في هذا الوقت، توافد الناس من جميع الطرق على مكة. فلذلك ربما عبر هؤلاء الركب بهذا التعبير: من القوم؟ قالوا: المسلمون. خلاص، الأرض كلها أرض الإسلام، الجزيرة العربية أصبحت كلها أرض الإسلام. قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ وفيه يعني اغتنام فرصة وجود العالم بين الناس، فهذه المرأة الفاطنة اغتنمت ذلك لما سألوا من، قالوا: رسول الله، الوفد ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أسأل. فرفعت إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر، أي أنه يصح له الحج ولك أجر. وهذا هو الشاهد في الحديث: ولك أجر، أي أنك بهذا الفعل من الخير وتعاونك على فعل هذا الخير لهذا الصبي لك أجر، لك أجر. وكما جاء عن عمر أن الصبي إذا حج أو اعتمر كان لوليه الأجر وله في كبره كذلك أجر، يعني يوضع له في ميزان حسناته أيضا. فالشاهد هذا من هذا الحديث أن هذه المرأة تفعل خيرا، تتعاون على خير، فقال لها النبي في حق غيرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وفي الحديث كذلك من الفوائد الفقهية ما يتعلق بالحج، من ذلك: هل يلزم الصبي إتمام الحج مثلا؟ هل يلزمه إتمام الحج؟ أولا، هل يصح الحج من الصبي؟ يصح إن أداه صحيحا، إن أداه صحيحا. ومن قبل ذلك، هل يجوز الحج للصبي؟ يجوز بجواب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويصح إن أداه صحيحا. والمسألة الثالثة، هل يلزم الصبي إتمام الحج؟ إتمام الحج بمعنى أن الصبي قد يأتي في أثناء المناسك ويعني ينقض ما يفعل، صبي صغير يعني، على سبيل المثال أنت تحمل ولدك مثلا في الحج، فربما تأتي في وقت وقد تقول له هيا مثلا نطوف، يبكي ولا يريد ذلك مثلا، أو أنه يخلع الملابس الإحرام، وعلى الجمهور يقولون أنه يلزم أن أنت تلبسه ملابس الإحرام ونحو ذلك، فقد يخلع ملابس الإحرام أو قد يلبس مخيطا مثلا، ممكن يكون صبي مثلا يدرك، يقوم منتسهيان يقوم يقلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط ونحو ذلك، أو يرفض إتمام المناسك، فهل يلزم الصبي إتمام الحج؟ الحقيقة أنه لا يجب عليه، لكن يلزمه صحة ذلك، أي أن يؤدي يعني أفعال الحج صحيحة، لكي يكون هذا الفعل في حقه من باب شرط الصحة لوليه الأجر به، لوليه الأجر به. يبقى معنى ذلك لو أنك أخذت صبيا معك في حج أو عمرة تؤدي المناسك أو تجعله يؤدي المناسك تأدية صحيحة، والعاجز هو عنه تفعله أنت نيابة عنه، يعني على سبيل المثال المحمول من الصغار لا يستطيع السعي ولا الطواف، تطوف أنت به وتسعى أنت به، لا يستطيع مثلا الرجم مثلا أو نحو ذلك ترجم أنت عنه وهكذا. نعم، أي نعم يلزمه الحج إذا كبر إذا بلغ، وهذا لا يغني عن حجة العمر. أي نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موقرا طيبة بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي الضبط الآخر أحد المتصدقين بالتثنية يعني. قال: الخازن المسلم الأمين، الخازن تصح في يعني الخادم، وتصح في الخازن أيضا في النائب عنك كمثلا مدير أعمالك، الإنسان الذي يقوم على خزائنك مثلا. الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، يعني سيده رئيسه الكبير صاحب المال قال له افعل كذا، يعني مدير مثلا أعمالك، الخازن عندك، مدير خزنتك، الخادم عندك، قلت له افعل كذا من الخير، اذهب خذ هذا المال واعطيه لفلان الفقير، فذهب بنية طيبة ونفس طيبة يوصل مالك إلى هذا الفقير له من الأجر مثله. انظر، قال: فهو أحد المتصدقين من غير أن ينقص من أجرك شيء. وهذا إن دل يدل على أن التعاون على البر والتقوى يجلب الخير لمن تعاون، وإن لم يكن هو صاحب الفعل أصلا، وإن لم يكن هو صاحب الفعل أصلا. وعلى ذلك فلو أنك وكلت غيرك في فعل شيء عنك من الخير ففعله بنفس طيبة أجر بمثل ما أديت أنت مثلا من مال أو صدقة أو نحو ذلك. فالشاهد من هذا الباب الترغيب في فعل الخيرات، وأن التعاون على البر والخير بين المسلمين مما يحبه الله ومما يجعل للمسلم الأجر الوفير والكثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.